بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية، جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية، ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل. عنصر المفاجأة هو الأهم، اتلف عليه بسرعة، ما تديش عدوك وقت للرد، اذبح من الوريد للوريد، لازم تكون عنيف وما عندكش أي خوف، ارمي الأرض، اذبح بسرعة، مفيش رحمة. احنا عشنا في الصحراء واتدربنا لهدف وحيد، إننا نرجع مصر ونستولي على الحكم. كنا مستعدين إننا نواجه أي تحدي في سبيل الله، وما كانش في أي حاجة تهمنا إلا دعوة الإسلام. كان قدامنا حلين مفيش غيرهم، يا إما الموت وساعتها هتبقى الجنة هي نصيبنا، يا إما نكسب المعركة. أنا اتدربت علشان أكون قناص، وبرعت في إصابة الأهداف بدقة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخوك في الجنة يا مصطفى، لازم تشد حيلك وتعزي نفسك بالفكرة دي. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم يا أمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال التدريب اليوم يا إخوة؟ على أحسن ما يرام يا أمير. بارك الله فيكم، استريحوا. الأمير كان بيزورنا بشكل منتظم علشان يتفحص استعدادنا، وفي ليلة أرنا من جريدة مصرية خبر عن اعتقال مجموعة من المرسلين الأجانب. المجموعة دي كانت بتحاول تنصير مسلمين في واحدة من مستشفيات المرسلين في مصر عن طريق الإغراءات المالية والجنسية. الموت للكفرة! الخبر ده كان فيه إهانة كبيرة لكل واحد فينا. كان شهر رمضان وكلنا حسينا بالتقصير في قضية نصرة الله، شعور بالغضب المريع سيطر علينا كلنا، والمسألة دي بالنسبة لي كانت سبب جديد علشان يزيد كرهي للمسيحيين. النصارى بيقولوا إنهم يومها قطعنا عهد على نفسنا إننا نقضي على التبشير المسيحي مهما كان الثمن، لكن الأمير اعتبر إن المعركة بالسلاح انتهت، وشاف إن انتصارنا ممكن يكون بس عن طريق المواجهة بالمنطق، وبالتحديد عن طريق كتابة كتاب يثبت إن الإنجيل محرف وإنه مش مصدر ثقة. إن كتابهم محرف. ومين بقى اللي يكتب الكتاب ده؟ يا راجل انت هتخاف من حتة كتاب؟ وامي كانت بتقول ان النصارى بيعملوا اعمال سحر وشعوذة بالكتاب دوت، وان اللي يقرا الكتاب ده بيحط نفسه تحت تأثير السحر بتاعه. ولعنته كمان، انا مش ممكن اقرا الكتاب ده، لا لا ده مستحيل. لا تجادل ولا تناقش. ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر يجب ان تفعل ما اقوله يا خليل. لا يا امير،
شوف حد غيري يوم بالمهمة دي. لا لا، خليل أرجوك يا أمير، شوف حد تاني يوم بالمهمة دي. أعتقد أنه لا يوجد شخص أجدر على أداء هذه المهمة غيرك يا خليل. لكن أنت بتطلب مني أن أكون زيهم، أفكر زيهم، إزاي أعمل كده؟ أطلب مني أن أدي لكل نصراني في مصر، لكن ما تطلبش مني أن أقرأ كتابهم ولا حتى ألمسه. إن غيرتك في سبيل الله لشيء عظيم جدا، ولكن هذه الغيرة قد أعمت عينيك فلم تعد قادرا على التمييز. ألا يمكنك أن تدرك الشرف الكبير والفخر العظيم الذي ستناله لو أتممت هذه المهمة؟ سوف تكون أول من يكشف أكاذيب النصارى واليهود، وسوف أدفع لك 500 جنيه كمرتب شهري طوال هذه المدة، وسوف أسلمها لك بنفسي. سيبنا المعسكر في الصحراء وأنا رجعت البيت. أنا قعدت لمدة شهر تقريباً من غير ما أعمل أي حاجة. هيا يا ولاد، حصل إيه في المسلسل النهاردة؟ مسكينة أم الواد. حصل إيه؟ ابنها ما ينزلش الشارع وعربية جت وخبطته. يا عيني يا ابني، خدي الشارع تعالي اتفرج معانا يا أمي. الحمد لله، أخيراً قررت إن أنا أتبع تعليمات الأمير. كان لازم أطوعه وأبتدي أشتغل في المهمة اللي هو كلفني بيها، لكن بصراحة ما كنتش عارف أبتدي منين بالظبط. في قرايتي للتوراة لقيت شوية حاجات فيها تناقض واضح بينها، لكني قلت دي مش هتساعدني قوي لأن القرآن كمان فيه اختلافات كتير زي كده، وإذا قلنا إن الحاجات دي بتضعف من دقة الكتاب المقدس ومن صحته هنكون بكده بنحكم على القرآن بنفس الطريقة. علشان كده بديت أدور على أخطاء تانية لكني ما لقيتش ولا واحدة. قريت الكتاب المقدس كله لكني ما لقيتش اللي كنت بتمنى ألاقيه. مفيش ورقة في كتاب النصارى بتتكلم عن مجيء نبي اسمه محمد ولا حد أحمد. لقد أحضرت لك معي ما تحتاجه يا خليل، خذ. إظهار الحق؟ هذا الكتاب يحتوي على قائمة ب26 إشارة عن محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وردت بالتوراة والإنجيل. وليه ما ورثونيش من قبل كده؟
كنت أريدك أن تقرأ كتاب النصارى بنفسك أولا. هنا لن يستطيع أحد أن يجادلك فيما توصلت إليه من نتائج. خليل يا ولدي، الكتاب الذي سوف تكتبه ليس مثل غيره من الكتب التي سبق وبحثت في هذا الموضوع، وسوف نصل إلى نتائج مذهلة بإذن الله. بإذن الله يا خليل، وسوف ترى. قررت إن أنا أمتحن كل إشارة من 26 الموجودين في الكتاب ده، لكن مفيش ولا إشارة فيهم قدرت تثبت أي حاجة. أنا قلت يا رب، أنا مش قادر أثبت إن الإنجيل محرف، ولا قادر ألاقي أي ذكر لمحمد في أي مكان فيه. يا ترى إيه اللي أنا عايش علشانه؟ يا ترى أنا بعبد مين؟ فكرت لو إن الإنجيل صحيح ومش مزيف، يبقى إيه مستقبل القرآن؟ مش ممكن يكونوا الكتابين صح، علشان كل كتاب منهم بيتحرك في اتجاه عكس التاني. وبكده بديت أكتب ورقة بحث بعنوان هل القرآن هو كلمة الله؟ ولما خلصت البحث كان عدد صفحاته بين 200 و300 صفحة. وفي يوم من الأيام جه الأمير في زيارة مفاجأة. اتفضل حضرتك، استناه هنا في الأوضة، خليل دقيقة واحدة ويخرج لحضرتك. شكرا. الحمد لله، أخيرا بدأ بالكتابة. ايه اللي جرالك يا خليل؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت بتقول ان القرآن مش كلام الله؟ ان ما كنتش مصدقني اقرا بنفسك الانجيل. انت فاكرني مبسوط باللي انا طلعت له ده؟ انا قلت لك مليون مره شوف حد تاني يقوم بالمهمه دي، لكن كل مره ترد عليا وتقول لي ربنا اختارني انا. انت المفروض تلوم نفسك مش تلومني انا. احنا دفعنا لك فلوس كتير عشان تكشف اكاذيب النصارى الكفره. لا 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 لا، انت قلت لي اعمل ابحاث بنفسي، وده اللي انا عملته، وكتابهم هو الحق. ومش بس كده، القران نفسه بيقول ان عيسى المسيح هو الله. اخلص اخلص، اوعى تتكلم، بقول لك اوعى تتكلم. القران بيقول ان عيسى بيتكلم بامثال، وانا هرجع تاني على السحاب وهيدين الناس. اسكت. سورة المائدة عيسى يقدر يخلق. سورة العمران عيسى بيشفي المرضى ويقوم الناس نور. يا كافر. عيسى هيرجع على السحاب وهيدين الناس في يوم الاخر زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط. هتقتله! هتقتله!
اسمع، من النهاردة لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني، وأنا أقول للجماعة إنك بعتنا يا كافر. الكلام الفارغ ده لو وريته لحد هقتلك بنفسي. كافر! كافر! خليل! وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. حارب الكفار لأنهم بلا إيمان، حارب المشركين بالطريقة التي يحاربونك بها، حارب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا قاتلوا قاتلوا، حتى لو كانوا أباء أو أطفالا أو أزواجا، اقتلوا. والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم. الو تيمساوس، انا خليل. لا كويس، انا بس كنت عايز اتكلم معاك لمده. وفي يوم من الايام طلبت في التليفون واحد من اصحابي المسيحيين في الشغل، كان نفسي اسمع منه عن الانجيل، بس هو خاف وقفل السكه في وشي. وبعدين حصلت حاجه ازعجتني جدا، ان شنطتي اتسرقت وكان فيها كتاب المقدس والباسبور. ايوه معلم، ما شفت الشنطه دي؟ يا رب أرجوك اسمعني وريني طريقك. كل اللي أنا عاوزه وكنت بدور عليه إن أعرفك وأكون ليك من كل قلبي. يا رب أنا حبيتك من صغري وكل حياتي بين إيديك. يا رب أنا ضايع، أنا محتاج لك. يا رب أنا عارف إنك إله واحد. هل أنت إله المسلمين ولا إله النصارى؟ لو كنت إله المسلمين شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. لو كنت إله النصارى اديني نور في قلبي عشان اعبدك. يا رب وريني طريقك، اذهل لي الحق من فضلك يا رب. الليلة دي انا نمت بعمق بصورة ما حصلتش في حياتي قبل كده، وقرب الفجر حلمت حلم. انت لسه عندك شك فيا؟ انت مين؟ انا هو الشخص اللي انت بتدور عليه. انا مش قادر افتكر. اقرا الانجيل. انا بحب الانجيل. ايوه انا عارف، لكنه ضاع مني مع كل اوراقي. الكتاب ده مش ممكن يضيع ابدا. قوم وافتح دولابك وانت هتلاقيه هناك.
خليل؟ أمي، لازم تسامحيني يا أمي. أنا كنت فاكر إني بتبع الإيمان الصح لما كنت بعاملك بأسوأ طريقة مش كويسة. سامحيني واسمحيلي أبوس رجلك يا أمي من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا خليل؟ ربنا وراني الحق يا أمي. ربنا اللي عرفته النهاردة مش هو اللي كنت بتبعه زمان. يا ابني هو إله واحد مفيش غيره. أيوة يا أمي، وهو اللي بيوصلني دلوقتي إن أحبك وأكرمك. ومين هو الإله ده يا خليل؟ هو الإله الحقيقي اللي ظهر في المسيح عيسى المكتوب عنه في القرآن. بس يا حبيبي لو سمعوك هيقولوا عليك اتجننت. أنا هعمل اللي تقولي عليه يا أمي، لكن أنت فعلا مصدقاني؟ ومصدقكش ليه يا ابني؟ أنت عمرك ما عملتيني كده. روح يا ضنايا، إله يحفظك وما يتخلاش عنك أبدا يا حبيبي. سامحيني يا أمي من فضلك يا أمي، سامحيني. قلبي سامحتك يا حبيبي، اتغير. سامحتك يا حبيبي، اتغير بالمحبة. أنا ما قدرتش أرجع أنام تاني للادي، وفضلت صاحي لغاية الصبح. كل حاجة كانت عينيا تقع عليها كنت أشوفها جميلة جدا. كنت عايز أحضن وأبوس كل إنسان أقابله، وكنت عايز أقول لهم إني بحبهم قوي، حتى المسيحيين اللي كانوا عارفين إني راجل متعصب وعنيف. انا خليل حبيبي، لسه ما فتحت. انا جاي اكلم معاك. لسه ما فتحت. من فضلك انا عايز اطلب منك انك تسامحني. ارجوك من فضلك كلمني بعدين. ارجوك، انا اتغيرت. انا مش نفس الشخص، انا اتغيرت. انا عارف ان انا اذيتك زمان عشان انت مسيحي. عشان حد اتغيرت. انا ما استاهلش انك تسامحني. سامحني ارجوك، سامحني. انا اتغيرت. هللويا. يعني كلمه دي حبيبي انت تتعلم حاجات كتير. ايه اللي حصل؟ تعال. انا اتغيرت من فضلك سامحني. تعال سامحني. انا سامحتك حبيبي. سامحني. تعال يا حبيبي، تعال. ومن اليوم ده ابتديت اتغير. خليل، هل تؤمن بان يسوع؟ الناس اللي كانت عارفاني والناس اللي معايا في الشغل كلهم لاحظوا التغيير اللي حصل في حياتي. انا كنت انسان بيكره، قاتل، حرقت كنايس، سرقت محلات، قمت باعمال عنف كتيره. لكن المسيح غير حياتي، ولما ابتديت أتصرف بحسب تعاليم الكتاب المقدس أصبحت إنسان محب. أنا بقيت حر، ابن الله حررني. ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في الماضي كان الموت بيخوفني، كان حاجة بشعة ومفزعة، لكن دلوقتي مفيش للموت سلطان عليا. أنا بقيت في المسيح وكل شيء أصبح جديد. هل ممكن للفهد إنه يغير جلده؟ هل ممكن للأسد إنه يعيش بسلام مع الحمل؟ ممكن لراجل مليان بالكره والعنف المدمر لأعدائه إنه يبقى راجل سلام؟ بالنسبة لخليل ممكن نقول الأسئلة دي ما خطرتش على باله أبداً، لغاية ما قابل شخص يدعى أمير السلام، الرب يسوع المسيح. ممكن يكون ده مستحيل، أيوة، من وجهة نظر إنسانية ده مستحيل جدا، لكن كل شيء ممكن مع الله. ده ياخدني بالذاكرة للراجل يدعى شاول، زي خليل عنيف ومؤذي وكمان كان عالم، عمل على تدمير المسيحيين في بلاده وشارك بقتل الكتير منهم، لاكتشف في نهاية الأمر إن حربه ما كانتش ضد بشر بل ضد الله. جعل الله شاول يركع على ركبه، ومن الموقف المذل والوضيع ده صرخ الرجل الفخور والغضبان في يأس: مين أنت يا رب؟ وجاوب الرب وقال: أنا يسوع، ولما تحارب كنيستي تحاربني شخصيا. الرجل ده يعرف اليوم باسم بولس،
وهو كتب بالوحي الإلهي أكتر من نص العهد الجديد الإنجيل. إيه اللي غير شاول من جوه؟ إيه اللي غير خليل؟ بالنسبة للرجلين قدرة واحدة، قدرة المحبة. القدرة اللي أنا عايز أكلمك عليها النهاردة مفيش قوة أعظم منها. صديقي، الله محبة، ده اللي بيقوله الإنجيل. الله هو القادر على كل شيء، والعالم بكل شيء، والحاضر في كل مكان، واللي قبل كل شيء هو محبة. الله مش عايز أي حد يهلك، بالعكس ربنا عاوز إن الجميع في كل مكان إنهم يتوبوا ويعرفوا الحقيقة. عاوزنا إننا نعيش معاه للأبد في مكان اسمه الملكوت. مطلبه الوحيد هو إننا نقبل يسوع المسيح مخلصنا. وهنا نوصل لنقطة مهمة، اسمع لي بانتباه. خليل كان له تجربة متميزة برؤية يسوع في حلم. يمكن تفتكر إنك تحتاج نفس الشيء عشان تخلص، لكن الواقع مش كده. الخلاص هدية من الله للناس، للناس كلهم في كل مكان. مطلب الله الوحيد هو إننا نيجي له بالإيمان، وحتى الإيمان هو عطية من الله. إيه اللي ممكن نعوضه أكتر من الحب؟ من إله محب. يا ترى عايز تاخد هدية الحياة الأبدية؟ يا ترى عايز إنه تتغفر لك خطاياك وتبقى من المخلصين بدم يسوع في عائلة الله؟ إله المحبة يستمع ومش هيرفض أي حد من اللي يقوله بصدق وإخلاص. أياً كان نجاحك أو فشلك، الله حابب إنه يجيبك لحضنه الدافي. هو إله المحبة، ومحبته العظيمة تغطينا كلنا وتغطي خطاياها كلها بلا تفريق وتغفرها جميعاً. صلي معايا. يا رب أنت عارف أنا بحبك قد إيه. يا إلهي المحب، اغفر لي خطاياي، اعطيني حياة أبدية يا رب. عدني مع المحظوظين بوجودك في حياتهم يا رب. لأجل الدم الغالي في اسم يسوع المسيح، ولك يا أبانا وروح القدس معه كل المجد والعزة والإكرام. أمين. أخي وأختي، لو صليتوا معايا الصلاة دي اعرفوا إن ربنا هيخش حياتكم وهتكونوا من المخلصين، ويكون يسوع هو منبع حياتكم. أمين.